بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي تتم الصالحات، الذي له من في الأرض والسماوات، والذي أعطى لعباده الخيرات والبركات والمنيات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادة وعلى آله وأصحابه الطاهرات والزكيات. أما بعد، أقوم أمامكم جميعا تحت الموضوع المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى في سورة الهود آية 120، قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومعنى من هذه الآية أن المولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بأمور: الأولى للانتفاع، والثاني للتبرك، والثالث لأسوة حسنة، والرابع للشفاعة. فيا أيها الحاضر المحبوب وحاضرة محبوبة، الأولى للانتفاع، أن المولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نفع عظيم، لكي نعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم. والثاني للتبرك، طبعا أن البركة هي فيض الإله جعل الله فيما شاء ومن شاء، وبركة العظيم هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث لأسوة حسنة، كما في قوله تعالى: فإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الرابع أن الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شفاعة عظمى، لا يستطيع أحد من الأنبياء ورسول أعظم الشفاعة إلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك حيا بنا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عنده مقام عظيم عند الله تعالى. فيا أيها الحاضر محبوب وحاضرة محبوبات، وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير جدا، كما في بيت الشعر: فضله على جميع من سواه، فهو الشفيع وحبيب لإله. وكما في بيت الشعر: إن الثواب للسرور صدقه، ليس الرياء يبطله فهدده. كذا صلاتنا على النبي تكريمة لسيد المرضي. وكما في بيت الشعر: اصنع جميلا ولو في غير موضعه، ولن يضيع الجميل أينما
الدنيا إن الجميل لو طال زمان به لا يحسده إلا الذي زرع. نكتفي بهذا الكلام كما في بيت الشعر، فإن تجد خللا فسد خلل، جل من لا عيب فيه وعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدير. Ya, itulah tadi penampilan ceramah bahasa Arab yang dibawakan oleh Muhammad Ridho, dan kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke bahasa Inggris, yaitu yang dibawakan oleh Andi Nabila Khairun Nisa, anak dari pasangan